اهلا بكم اصدقائي الاعزاء. معنا النهارده رموزه الجميل لصديقه جميله من ذوي الاراده، صديقتنا الجميله لديها بدر في احد الساقين. بتقوم صديقتنا الجميله بتجهيز الطرف الصناعي. الطرف الصناعي ساعدها كتير لتخطي هذه الاعاقه. صديقتنا الجميله نموذج جميل لامرأة قوية، بتوضح لنا الصعوبات اللي بتواجهها وازاي بتقدر تتغلب عليها، ازاي قدرت تواجه الإعاقة وازاي قدرت تتأقلم مع استخدام الطرف الصناعي. أصدقائنا من ذوي الإرادة بقوة إرادتهم وعزيمتهم بيعلنوا رفضهم